رجوع ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة ويعوضه خير عن 13 سنة كان مريض فيها وتعبان، وربنا رحمه وربنا يرحمنا جميعا يعني. طب ايه اكتر الحاجات اللي ما تقدرش تنساها اللي راح لسيد زين؟ لا كل حاجة حلوة في حياته، كل حاجة وكان اخويا وحبيبي وزميلي يعني معنى ربنا يرحمه.